دكتور عمرو، السلام عليكم. دكتور عمرو، دكتور نذير، الصوت مسموع؟ السلام عليكم. دكتور مصطفى، الصوت مسموع تمام. انا بس بتأكد دكتور عمرو ممكن يكون، لا ممكن يعني نستنى عليه دقيقتين شكله ثلاث. خرج النت عنده، شكله خرج. دقيقة واحدة. طيب اخواننا الاعزاء، بس بانتظار الدكتور عمرو ان شاء الله. الموضوع الجميل فيه دكتور مصطفى انه بتعامل مع الديتا ساينس بشكل عام والديتا مايننج موديلز، يعني طريقه رسوميه فيجواليز يعني. بالفعل دي حقيقة يا دكتور، بسم الله ما شاء الله. دكتور عمرو دخل معانا اهو. دكتور عمرو اتفرج تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك دكتور رحمة مصطفى؟ اخبار حبيبي، حضرتك؟ ازيك يا غالي، ايه الاخبار؟ الله يبارك في عمرك. جلوبال اي اي بقى لو فاكرني. ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ الله يبارك فيك يا دكتور، الله يرفع قدرك. ازيك يا الحمد دكتور لله. غالي، اخبارك؟ امورك ليك تمام؟ الحمد لله، والله الحمد الله لله. يعزك، مشكورا على التنظيم والمجهود المبذول، الله يجزيك خير. يلا الله يعزك يا غالي، الله يكرمك بوجودك، ربنا يجعل ميزان عملت لنا حسناتك يا مفاجأة رب. حلوة والله. الله يرفع قدرك يا دكتور. طمنا عليك دلوقتي، اخبارك مميز ايه؟ دايما الحمد لله. تمام يا دكتور، تسلم يا والله في غالي، نعمة. الحمد ايه لله الاخبار؟ امورك الحمد عامل ايه لله، في شغلك؟ كله تمام الحمد لله. تسلم يا دكتور، الله يبارك فيك يا دكتور. الله يعزك يا ابو حميد، الله يكرمك، هتنورنا تاني؟ أكيد إن شاء الله أنا معاكم على طول. والله أنا حبيبي الله يسعدك، الله يكرمك، تسلم يا دكتور، لينا الله الشرف يكرمك يا والله. غالي، الله الله يكرمك. يبارك فيك. احنا بس منتظرين دكتور عمرو عشان نبدأ ان شاء الله. أكيد 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 يا دكتور، الله اتفضل. يكرمك. دكتور نحب، السلام عليكم، اسعد الله مساءكم جميعا. دكتور وليد ابو عين، ازيك يا غالي؟ هلا دكتورنا يا ريس احنا كده وحبيبنا. ممكن نقفل بعد اخواننا الاعزاء، ممكن نقفل السيشن كده طالما اطمننا على بعض. والله يا دكتوري بالعكس انا اتشرف، الله يجزيك خير، ان الله يشكرنا يعزك يا على دكتور وليد، مبادراتك الحلوه الطيبه والشيء الله يطول يكرمك يا الحديث غالي، دائما يعني. الله يكرمك يا غالي بوجودك. احنا دائما دكتور عمرو قاعد ننتظر. بيشغلنا، بيدخل وبيطلع. دكتور عمرو هو بده يشوقنا هو الدكتور هو عمرو عشان. تقريبا اهو. الله ازيك يسعد دكتور مساكم وليد، جميعا. هلا دكتوري، الله يحفظك الله يكرمك يا ويرضى غالي، عنك. منورنا. دكتور وليد ابو عين استاذنا وحبيبنا، الله يكرمك دكتور، جامعه انت الاستاذ طيبه الشرف، فرع بدر، واخونا من الاردن. الله يكرمكم جميعا ويجزاكم الخير، شرف الله فيكم جميعا، يكرمك، الله الله يكرمك. يرضى عنكم، الله يكرمكم. دكتور شكرا عمرو دكتور. سامعني؟ صوتك واضح. في كمان عندك ضيوف يبدو من بودابست، من المجر، هنغاريا. والله بسم الله ما شاء الله. طيب ارد المهندس بس على علي، الدكتور عمرو، واضح تمام. ان عنده مشكله. دكتور مصطفى، المهندس عمرو بيطلب منك تفتح المايك، يبدو انك مقفل عليه المايك او شيء من هذا القبيل. لا 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 تأكد. خالص. The meeting لا is being صح، off streamed. اوكي. لا هو يبدو مش موجود لسه، كأنه كان موجود معنا قبل شوي. لا اصل بيطلع له الرساله ان اللايف ستريم شغال، فالمفروض الرساله هي بتقول له جوتت عم يدخل، عم يدخل او ليف كأنه ميتنج، بيختار جوتت وبعدين اللايف ستريم بيطلعه. صحيح صحيح. عمرو طيب انا هو مودي مسج، لو ممكن تسمح لي بفتح المايك. ما انا فاتح ما له، بعرف قلت له اسك تو ان ميوت اهو، هو اللي قفل. انا فتحت له اكتر مره اهو. هو اكيد راح يسمعك الان ويستجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اوقف اللايف ستريم، جايز يكون هو اللي عامل له مشكله.